عقدت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة لصغار المزارعين بقرية شريف باشا بمحافظة بني سويف، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. دارت الندوة حول استكمال مبادرة ازرع لمزارع القمح، حيث ستوفر المبادرة تقاوي مدعمة مع تنفيذ مدارس حقلية وندوات توعوية ومغذيات ومخصبات تساعد في زيادة الإنتاجية، وذلك بحضور 40 مزارعا لتوعيتهم بأفضل الطرق الحديثة لزراعة القمح. احنا النهاردة نفذنا ندوة الموسم الشتوي لمبادرة ازرع السنة الثانية على التوالي بقرية شريف باشا. هي احدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف، هي طبعا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وقدرنا نجيب دكتور يشرح لهم عن الفنيات او عن معاد المحاصيل وعن التوقيت وازاي يزرعوا القمح كويس بإنتاجية أفضل وإنتاجية أعلى. المبادرة بتتضمن مجموعة من الخدمات زي توفير التقاوي المدعمة، زي توفير خدمات الدعم الفني من خلال تنفيذ المدارس الحقلية، توفير المخصبات والأسمدة لصغار المزارعين. إحنا بنكون مع المزارع من بداية تجهيز الأرض للزراعة حتى مراحل الحصاد، وبنساعده كمان بان هو يحاول يورد المحصول بتاعه كله للمحصول القمح، يعني بالمواصفات الجوده العاليه للشون الخاصه بالدوله.